بلدنا طول ما تملي ايد على ايد تلاقي العزة جوانا قلوبنا حديد في دايما ظهري سندك مهما كنت بعيد وكلمة أخ مكتوبة ولو أغرب ببنت عريض تلاقي الدنيا ليها معنى عشان على الحب طبعنا وواخدين الحياة مشاركة تحالف وطني جمعنا في بركة في زاد وزوادة المصري سكر زيادة في عز الشدة والمحنة رقبتي لأخويا سدادة تلاقي الدنيا ليها معنى عشان على الحب طبعنا وواخدين الحياة مشاركة تحالف وطني جمعنا في بركة في زاد وزوادة المصري سكر زيادة في عز الشدة والمحنة رقبتي لأخويا سدادة مساء الخير وأهلا بحضراتكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أهل بلدنا. حلقة النهاردة زي ما تعودنا مع حضراتكم هنناقش الجهود الموسعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في أكثر من جانب، سواء الجانب الطبي أو التوعوي أو التمكين الاقتصادي، وده ضمن جهود التحالف لدعم أهالينا في مختلف محافظات الجمهورية. بنذكر حضراتكم انكم تقدروا تبعتوا لنا على رقم البرنامج على واتساب، الرقم هو 012-11-070-884. ابعتوا لنا كل استفساراتكم ومطالبكم علشان نوصلها للمسؤولين في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، واللي قطعا هيستجيبوا ليها في اسرع وقت. نبدا حلقتنا النهارده مع حضراتكم من فعاليه خيريه موسعه تحت شعار أدرى على التحدي، واللي نفذتها مؤسسة راعي مصر للتنمية إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للاحتفاء بالأرامل والأيتام في محافظة الإسكندرية. احتفالية شهدت أنشطة توعوية وكرنفالية أدخلت البهجة والسرور للمشاركين في الفعالية. نشاهد. تحت شعار قادرة على التحدي، أقامت مؤسسة راعي مصر للتنمية مؤتمرها السنوي العاشر للأرامل والأيتام ببيت السلام بالعجمي في محافظة الإسكندرية، والذي يشارك فيه أكثر من 750 سيدة وطفل من الأرامل والأيتام من الفئات الأولى بالرعاية بمختلف محافظات مصر. المؤتمر بيبقى مقسوم لثلاث مؤتمرات، مؤتمر أولاني للأرامل، بعد كده مؤتمر تاني للفتيات، ودول بقى احنا بناخد الفتيات اللي هم في سن المراهقة، وبناخد الاطفال بقى اللي هو من تحت سن المراهقة، دول بيتعمل لهم مؤتمر بنظام توعوي بتثقيف معين، وهكذا الفتيات وهكذا الارامل. فاحنا في اطار البرنامج بالمؤتمر بنرسخ عدة مفاهيم احنا شايفين انها هي دي الاهم في المجتمعات المصرية. المؤتمر يهدف إلى بث روح التحدي في المشاركات من خلال إطلاق عدة محاضرات وندوات تثقيفية تتناول العديد من الموضوعات، ما بين احتياجات الأم ودورها في الأسرة وكيفية مواجهة تحديات المجتمع، إلى جانب التوعية الصحية عن النظافة الشخصية للأم والطفل وغيرها الكثير من الموضوعات التي تخص المرأة والطفل. انا ببقى مستنية المجية ديتي كل سنة، ببقى احس ان ولادي مبسوطين، هم معاملتهم كويسة جدا جدا. انا عمري ما اتبسطت ولا لعبت انا وولادي، عمر ما لعبت اساسا، لعبت انا وولادي كتير كتير واليوم كان جميل جدا. وعلى هامش المؤتمر كانت هناك انشطة ترفيهية للاطفال ساهمت في رسم السعادة على وجوههم لتعكس مدى اهمية هذه الفعالية في بعث رسالة ايجابية تغير مستوى حياتهم الى الافضل. ومن الإسكندرية ننتقل مع حضراتكم لمحافظة المنوفية، حيث نظمت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع احتفالية بتجهيز 14 عروسة بالأجهزة الكهربائية اللي محتاجينها في بداية حياتهم الزوجية، وده بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لمحافظة المنوفية. كاميرا أهل بلدنا كانت متواجدة في الاحتفالية ونقلت لحضراتكم هذا التقرير. موسيقى
تزامنا مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها 17 بعد المئة، سلمت مجموعة العرب إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أجهزة منزلية وكهربائية لعرائس من الأيتام المقبلات على الزواج، وكراتين مواد غذائية 15 آخرين لإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم. بنقدم 30 جهاز، كل عروسة مع ثلاجة وغسالة، إن شاء الله ربنا يكرمهم ويوفقهم. إحنا بنشارك في العيد القومي للمحافظات ولينا مشاريع في بعض محافظات الصعيد، يعني مثلا عملنا أبار مية في أسيوط، عملنا محطة مية ودعمنا محطة مية في محطتين مية في أسوان. ومن جانبه قدم محافظ المنوفية شكره وتقديره لمجموعة العربي لدورها الرائد والحيوي في خدمة وتنمية المجتمع من خلال تقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات، مثمنا جهود المجموعة في العمل الخيري وما تقوم به من إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة. أنا بشكر رجال الأعمال اللي بيساعدوا المحافظة، وبنتمنى المزيد ان شاء الله. المحافظه بابها مفتوح لاي حد في اي وقت، مش قافلينه على اي حد، محدش هيجي المحافظه وهيطلع مش مجبور الخاطر. اختيار تلك الفتيات ممن طبقت عليهن الشروط من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظه وفقا لكشوف الاستحقاق المعد من قبل مديريه التضامن الاجتماعي بالمحافظه. ومن المنوفية ننتقل مع حضراتكم مشاهدينا إلى محافظة الغربية، حيث نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في جمعية الأورمان فعالية لتوعية عدد من أهالي المحافظة بالشمول المالي وأهميته في تغيير حياتهم للأفضل. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت جمعية الأورمان ندوة توعوية عن مفهوم الشمول المالي لأهالي قرية صندبست بمحافظة الغربية لرفع مستويات التعليم والتثقيف المالي للفئات المستهدفة ومراعاة قلة خبرات المستهلكين الجدد فيما يتعلق بالتحول الرقمي. حاجة بقت دلوقتي عامة، اللي احنا كل الدول وكل المجتمع المدني بيحاول ان هو يحول كل المواطنين للتعامل الالكتروني من خلال تحول الدولة الى الرقمنة. فاحنا بنحاول نوعي الناس ازاي يقدروا نمنع التعامل بالاوراق الماليه ونشتغل بشكل الكتروني. بنقدم النهارده ندوه الشمول المالي في قريه صندبست، موجود معنا النهارده عدد 100 حاله. اكثر من 100 سيده جاءوا لحضور هذه الندوه لمعرفه كيفيه اداره اموالهم ومدخراتهم بشكل امن وسليم وطريقه ضمان الحصول على الخدمات الماليه والحفاظ على اموالهم وبياناتهم الشخصيه. حاجه مفيده بالنسبه لان انا بتعامل باني استغنى عن كم الورق وللتعامل بالورق بفيزا بالتكنولوجيا، يعني بنستعملها في حاجات كتير، بندع فيها المبالغ وبنسحب منها في الاحتياجات اليوميه. احنا جينا نسمع المحاضره وفهمنا منها كل حاجه، وكان الاول الفلوس واللي احنا تكون معانا والحوارات دي لا، عدت اللي احنا نحط الفيزا كل حاجه تكنولوجيا. بنعرف نجيب مثلا ناخد فلوس نحط فلوس، مثلا راح اقدم اوراق لعيالي في المدارس برضك بالفيزا ديت، بنستفيد منها في حاجات كتير قوي. اهتمام كبير من جمعية الأورمان بتوعية السيدات بأهمية الشمول المالي في تعاملاتهم الشخصية بما يضمن عدم لجوء البعض للوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأي رقابة وإشراف والتي من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوما مبالغا فيها. القوافل الطبية أحد الأنشطة البارزة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللي بتهتم بها عدد كبير من مؤسسات التحالف، وفي القلب منها مؤسسة راعي مصر للتنمية واللي نظمت قوافل طبية في عدد من محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها قوافل في الأقصر وأسوان والقليوبية. مزيد من التفاصيل مشاهدينا في هذا التقرير. ما
مجهودات تنموية تجوب قرى المحافظات المصرية من خلال مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي سارت في طريق خيري هدفا في تحسين معيشة المواطن المصري. وهنا في قرية مشتهر التابعة لمحافظة القليوبية قدمت مؤسسة رعي مصر قافلة طبية ضمت 6 عيادات تخصصية من أجل فحص وعلاج ما يقرب من 400 مستفيد بأسعار رمزية وصرف العلاج لهم بالمجان. مؤسسة رعي مصر من المؤسسات المميزة جدا في مجال القوافل الطبية. احنا عندنا عربيات زي اللي حضرتك شايفاها دي مغطية من اسكندرية لأسوان، كل محافظة تقريبا فيها عربية، للوصول لأهداف التنمية المستدامة، القضاء على الفقر، القضاء على المرض، تحسين جودة الحياة للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع أعباء المعيشة عن المواطنين في الأرياف عامة والقرى والمراكز. بنكشف كشف كامل وبيبقى مجاني، وبنديهم العلاج برضو لو متوفر مجاني. هذا وقد واصلت العمل لتصل إلى محافظة الأقصر وتحديدا في قرية الدير التابعة لمركز إسنا قافلة طبية جاءت بتخصصات عديدة ما بين الرمدي والعظام والبطنة ومعمل التحاليل وقسم النظارات الطبية بل وعيادة خاصة بالأنف والأذن. قافلة عملت على استهداف الكشف على أكثر من 200 مستفيد وتقديم العلاج لهم بالمجان. النهاردة عاملين قافلة طبية في الدير بنستهدف 200 شخص، التخصصات عظام ورمد وعيون، وفيك معانا تحاليل طبيه. بنعمل القوافل الطبيه للناس الكبار، بيعمل بشكل رمزي، وبننزل برضو الاطفال الاصحاء نفس الكلام برضو بسعر رمزي. لم تنتهي محطات القافله عند الاقصر فقط، بل كان لاهالي قريه بلانه احدى قرى مركز نصر النوبه التابع لمحافظه اسوان نصيب في ان يتم تقديم خدمه علاجيه والكشف على اكثر من 1000 مستفيد، مما يؤكد على وجود عمل متواصل دؤوب تقوم به المؤسسه تجاه كل الاهالي الاكثر احتياجا في القرى المستحقه. استهدفنا قريه بلانه، جبنا تخصصات كتيرة من أحسن الدكاترة، عظام ورمد وبطنة وأطفال. لسه مستمرين في الكشف لحد الآن، نوصل لحد دلوقتي ل200 مستهدف، ومعانا برضو نظارات، ومعانا العلاج مجانا للناس. كل هذه المجهودات عملت على إرضاء المواطنين ليتوجهون بالشكر لكل القائمين على ذلك نتاجا لما قدموه من خدمات تنموية سعت في عودة الحياة لهم من جديد. الحمد لله جيت كشفت على بطن النهاردة ودكاترة كويسة خالص على أعلى مستوى، دون العلاج بالمجاني ومن غير أي حاجة. دكاترة على أعلى مستوى كان زي الفل الحمد لله كشفنا. كفيلة طبية كفيلة كويسة وقامت بالواجب كويس، وأنا دخلت عند الدكتور والدكتور كان كويس معايا وعامل معايا كويس وكشف عليا وناس كويسين يعني. كشفوا عليا وقالوا لي هنعمل لك العملية مجاني ومعنينا ليك واللي أنت عاوزاه. حاجة كويسة من راعي مصر، ويا ريت ينزلوا لنا على طول. كشفت بطني وعظم رجلي وجعاني. انا بشكر راعي مصر عشان عمل الخدمه المميزه دي في البلد، وحاجه كويسه لاهل البلد والناس المحتاجه والناس اللي مش قادره تكشف برا يعني جيبوه لغايه المكان. كشف جديه والدكتور رحب بي وقال كشف علي واداني علاج. هذه القوافل الطبيه تعد وسيله فعاله لتوسيع نطاق الخدمات الطبيه للوصول الى القرى الاكثر احتياجا، كما تضم نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى. واستمرارا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المجال الطبي بمحافظات الصعيد، نظمت الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية قافلة طبية للعيون في محافظة بني سويف. قافلة بدأت من فحوصات دقيقة للعيون وصولا لتوفير نظارات طبية وتحويل الحالات لإجراء تدخلات جراحية حال الحاجة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
ضمن أنشطة مشروع نحو صحة عيون أفضل للمصريين، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة لصحة العيون بقرية بني ماضي التابعة لمركز بيبا بمحافظة بني سويف. من 3 أيام بس احنا موجودين داخل كرة حياة كريمة محافظة بني سويف مركز بيبا، فحصنا حوالي 300 فرد. كان من نتائج الفحص ان عملنا حوالي تصحيح ابصار بالنظارات لعدد حوالي 70 فرد. هدف برنامج العيون هو تقليل مسببات العمى اللي هو ممكن تتفاداها للمواطنين الفقراء و الأكثر عذر الخطر. الهيئة بتقدم لهم العيادة متنقلة كاملة، بيكون فيها الكشف، بيكون فيها علاج، وبيكون فيها النظارات. على مدار 3 أيام تستمر القافلة بالتعاون مع مديرية الصحة في استكمال العمل واستهداف القرى الأكثر احتياجا، ليتم الفحص على أكثر من 320 مستفيد وإجراء العلاج على أكثر من 140 وعمل نظارات طبية لما يقرب من 147 مستفيد. جيت هنا لقيت الناس قالوا عايزين 6 طن بطايا، رحت اعطيهم صور البطايا ودخلت عند الدكتوره. ناس محترمه بصراحه والناس كويسه جدا بصراحه. اطمنت له لان الدكاتره الدكتوره جوه صراحه طمنتني ان هو علاج صح، ولما لقيت اجهزه صراحه متطوره وحلوه وزي اللي ما بشوفها في المستشفيات اطمنت ليهم. الاول كنت بروح اشتغل في اي مكان كانوا بيطلعوني عشان نظري كان ضعيف، لما عملت النظاره الحمد لله تبع الهيئه الانجيليه والتحالف الوطني الحمد لله بقت رؤيه سليمه. هذه القافله التي جاءت لتعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومراعاتهم فضلا عن توفير لهم خدمه علاجيه متكامله بالمجان. بعد الفاصل مشاهدينا هنروح مع حضراتكم لنشاط طبي جديد بيتوسع في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في مؤسسة صناع الحياة للتنمية، وهو نشاط مراكز الكلى والغسيل الكلوي، وهي المراكز اللي بدأتها المؤسسة من المرج وتوسعت لافتتاح مركز جديد في الدقهلية. أحدث هذه المراكز في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، واللي شاركت كاميرا برنامجكم أهل بلدنا في فعاليات افتتاحه هذا الأسبوع، وهو المركز اللي أدخل الفرحة لصدور الأهالي لتوفير الخدمة لهم بالقرب من منازلهم بدلا من الحاجة للتحرك لمسافات طويلة للحصول على الخدمة العلاجية. ابقوا معنا. مشاهدي أهل بلدنا في كل مكان أهلا بحضراتكم، وهذه الفقرة الخاصة احنا معاكم النهاردة من مركز العياط بالجيزة وتحديدا قرية المتنية، حيث بيتم افتتاح مركز الغسيل الكلوي تحت رعاية مؤسسة صناع الحياة احدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. الحقيقة النهاردة المركز بيخدم العديد والعديد من أهل قرية المتنية والقرى المحيطة بها تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بشكل كبير وموسع بصحة المواطن. تابعونا. مشاهدينا ومن داخل وحدة الغسيل الكلوي لنا الآن اللقاء مع الأستاذ أحمد موسى المدير التنفيذي بمؤسسة صناع الحياة. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا، إزي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. طبعا في البداية احنا بنهنئ حضراتكم على افتتاح المركز النهاردة، وأول سؤال يعني خلينا نتكلم على المكان، اخترتم هذا المكان بناء على إيه وكيف كان بحث الحالة اللي أدى لاختيار
هذا المكان. طيب لو بتكلم دايما عن مشروع غسيل الكلوي اللي موجود في المحافظات، يمكن احنا من وقت قريب كنا لسه بنفتتح المقاطعة، وقبلها عندنا كان المرج، وده المركز الثالث من ضمن 7 مراكز مفروض نفتحهم بنهاية 2024. علشان نختار اي مكان من الاماكن دي احنا بنركز مع الداتا بتاعت وزارة الصحة، مع الداتا بتاعت المستفيدين بتاعتنا اللي احنا ميرجد او يعني ما بيننا وما بين التحالف الوطني، علشان نوصل للناس اللي هي عايزة عندها المرض بتاع الفشل الكلوي، فنقدر ان احنا بنعمل لهم بحث عاله وبنتاكد ان هم مش موجودين في مركز تاني بيغسلوا او كده يكون بعيد، ما بيحصلوش على الخدمه يعني في مكان حتة تانية او بيكونوا بيمشوا مسافه طويله او بيركبوا مواصلات كتيره علشان يروحوا المركز ده. فاحنا قبل بدايه اي مكان زي كده، غير المابنج اللي بنعمله مع وزاره الصحه والمابنج اللي بنعمله من خلال الداتا اللي لشركائنا زي ما قلت في التحالف الوطني، بنبدأ ننزل عن طريق المتطوعين يعملوا نوع من التوعية عن مرض الغسيل الكلوي، ونقدر ان احنا من خلال طرق الابواب من خلال متطوعينا. يمكن صناع الحياة الحاجة الاساسية اللي بتميزها هي المتطوعين المنتشرين في مصر كلها، بننزل بالمتطوعين، واحنا فكرتنا دايما عن المتطوعين، المتطوعين بيبقوا من نفس المكان. يعني متطوعين من مش داخل ناس خارجية، من داخل القرية، كل متطوع بيخدم اهله. كويس، هي دي الفكرة الرئيسية اللي احنا بنشتغل عليها. فالمتطوع بيعمل طرق ابواب، بيعمل توعية عن مرض الفشل الكلوي بشكل عام، المية ازاي الاستخدام، ازاي الحاجات الطبيعية اللي احنا بنعملها في الاويرنس او في التوعية، ومن خلال ده بنقدر نشوف برضو يعني ايه يعني نوع من الفيريفيكيشن لداتا كانت عندنا ليها علاقة ان هنا في مرض او في مريض للفشل الكلوي. فبنبدأ ان احنا متطوعين مع الداتا بتاعت التضامن والتحالف الوطني مع الداتا بتاعت وزارة الصحة، ونقدر نكون صورة ذهنية ان احنا ازاي المريض ده مؤهل ان هو يجي النهاردة يعني يستخدم المركز عندنا. مرحلة تانية بقى، في مرحلة بتبقى مرحلة طبية، بيتم مجموعة من التحاليل، مجموعة من الحاجات علشان نتأكد ان هو مناسب لي ان هو يكون معانا هنا في المركز او يغسل بالطريقة الطبية السليمة. دي حاجات تكنيكال ليها علاقة بالاطباء بتوع المركز، بان هم بمجموعة من التحاليل بيشوفوا هو واصل لغاية فين، عمل ايه، ولغاية ما يقدر ان هو يغسل معانا في المركز بتاعنا يعني. تمام، يعني تم الاستناد ايضا الى قاعدة البيانات، خلينا نؤكد، الخاصة بالتحالف الوطني والخاصة ببقية الجهات اللي بتتعاملوا معاها. مزبوط. طيب سؤالي هنا فندم، حضرتك أشرت إلى أو قلت مصطلح شركائكم في الخدمة، في خدمة طبعا المواطنين، مين أو خلينا نقول كيفية التعاون مع باقي مؤسسات التحالف الوطني، لأن احنا طبعا شفنا ده في القوافل، يمكن شفنا ده كمان حتى في البروتوكولات اللي بتتم توقيعها أو بيتم توقيعها بين المؤسسات. فإزاي بقى بيتم التعاون مع بقية المؤسسات؟ خلينا نقول مثلا مؤسسات ما بتقدمش خدمة طبية بس بتقدم خدمة للمرضى، فعايزين بس نفهم الناس النقطة دي. طيب احنا دايما بنقول ان ليه التحالف عمل يمكن لصناع الحياة ميزة نسبية حتى غير الميزة اللي معروفة بالنسبة لكل الشركاء، اللي هي ليها علاقة بالداتا والمستفيدين وعدم ان احنا نكرر الخدمة. أيوة. في ميزة كبيرة جدا اتعملت لصناع الحياة عن طريق التحالف الوطني. الميزة دي هي ايه؟ ان احنا اصلا فكرة الاساسية بتاعتنا ان احنا بنمكن المتطوعين بتوعنا من خلال فرص تطوعية. يعني احنا دايما لازم نجيب المتطوع على موضوع، على فرصة تطوعية موجودة. فلما بقينا موجودين في القوافل زي ستر وعافية مع المؤسسات الشريكة، زي كل المؤسسات، مصر الخير، بنك الطعام، كل المؤسسات، الأرمان، كل الناس اللي احنا شغالين معهم، صناع الخير، المؤسسات ديت، واحنا نازلين معاهم في كل حد متميز في حاجة بالظبط. فالنهاردة في حد بيشتغل على الغارمات، في حد بيشتغل على الشنط بطريقه يعني كلنا تقريبا، يعني احنا عندنا القماشه برضو بتاعتنا واسعه، بنشتغل على كل الحاجات، بس في حد ده موضوعه والموضوع الاستراتيجي اللي عنده. صحيح. فالنهارده لما احنا بننزل معاه، بدل ما انا كنت مثلا كصناع الحياه بوزع مثلا 10,000 كرتونه في المكان ده، لا، ده انا مع بنك الطعام ومع المؤسسات الثانيه مثلا بوزع 20. فاصبح وهو بيعتمد، زي ما هو في جزء بنعتمد فيه على الجمعيات القاعديه اللي موجوده، لا، كمان بنعتمد وهو كمان بيعتمد على المتطوعين بتوعي. بدل ما انا اجيب مثلا 100 متطوع لتوزيع 10,000 كرتونه، لا، ده انا ممكن اجيب 200 متطوع هيوزع الكراتين بتاعتي وبتاعه المؤسسه الثانيه. كويس قوي. فالنهارده حصل نوع من ان تعاظم الفرص التطوعيه اللي التحالف بيديها للمتطوعين عندي. فبدل ما انا بعمل
حاجه خاصه بالموارد بتاعه مؤسسه صناع الحياه، لا ده انا بعمل بموارد كل المؤسسات الشركه. النقطه الثانيه، لو النقطه بقى رجوعا للسؤال اللي حضرتك سالتيه اللي ليه علاقه بالمرضى هنا، ان ازاي بقى النهارده انا المريض ده مثلا بقدم له هنا انا خدمه طبيه، ازاي ان انا بعظم من خلال في حد شغال مثلا على موضوع العيون، في حد شغال على موضوع الاسنان، في حد ممكن يعمل للاسر اللي موجوده هنا مشروع صغير، في حد ممكن يبقى الاسر اللي مخدومه بكراتين شهريه عن طريق انا عامل مثلا شراكه استراتيجيه مع بنك الطعام ان احنا في مجموعه للناس اللي هي الغير قادره واللي ما يقدرش ان هو يشتغل فيقدر يجيب ده القانون اللي ما بيننا وما بينهم، ان احنا بندي كرتونه من باب اللي هو الحد اللي هو مش هيقدر يشتغل او مش هيقدر يعمل او صعب جدا ان هو اسره ما فيهاش اكثر احتياجا او اللي ما عندوش. لا كمان مش فكره كمان الاكثر احتياجا، لا ده كمان الاكثر احتياجا اللي هو مش هيقدر ان من خلال ما انا عندي جزء تاني او بار تاني في صناع الحياه مثلا ان انا اعمل له امباورمنت او اعمل له مشروع اقتصادي. لكن في اسر حتى يعني في صعوبه ان هم يعملوا لهم المشروع الاقتصادي بعد ما بعدي عليهم وبعمل البحث، في صعوبه ان انا اعمل لهم المشروع الاقتصادي ده. فهنا ممكن ان انا ادخل عنصر تاني ليه علاقه ان انا بقدم له مساعده من خلال الكراتين من خلال الحاجات اللي كده، فبيحصل فيه تكامل. ما بقاش الموضوع بقى فيه يعني نوع من التكامل الكبير جدا جدا ما بين المؤسسات. انا بفتح مركز كلى، فانا عارف ان انا مركز الكلى ده لو طلبت من اي حد من المؤسسات الشريكه ان هو يدعم المرضى بتوعه بحاجات ثانيه او بخدمات ثانيه عمره ما هيكون بيتاخر. بالظبط، انا هنا بسال السؤال ده عشان ااكد ان دايما زي ما احنا طبعا متعودين ان مجهودات التحالف بتكون مجهودات تكامليه. مظبوط. يعني مش هو جاي مثلا المواطن هنا بيتعالج او بيغسل كلى بس، هو ممكن يكون محتاج حاجات تانية ملهاش علاقه او الشان الصحي او الشق الصحي الخاص بيه زي ما سيادتك هنا اشرت. انا بس حبيت اتاكد ان هذه الخدمه خدمه تكامليه علشان كده فكره التحالف وجدت. هو ايه كلمه السر يا فندم في التحالف بشكل كبير جدا، ودي الحاجه الذكيه جدا في الانيشيتيف او في المبادره من اول ما تاسست، ان هو ما قالش للناس ان كل واحد ان احنا ندوب في بعض فنعمل حاجه واحده باسم واحد، لا ده هو حافظ على كينونه كل كيان بالخدمه الكبيره اللي هو بيعملها، وعمل نوع من التكامل وحريص ان هو يظهر التكامل ده في الاعلام، حريص ان هو يظهر التكامل ده، ان بلاش تدخل في الحته دي في كبيانات، ادخل في الحته الثانيه لان المؤسسه الزميله بتشتغل هنا اكتر فانت اشتغل في الحته دي. الحاجه الثانيه الشراكات الاستراتيجيه اللي بتتعمل كل يوم ما بيننا وما بين مؤسسات التحالف الثانيه يعني بقت حاجه مهوله فعلا، يعني كل يوم احنا موجودين بشكل استراتيجي وبشكل تكتيكي يوميا عندنا. والله احنا هنشتغل الاضاحي مع بعض، تعالى هنشتغل حضرتك يعني احنا قريب جدا هنبقى في الاضاحي، هتلاقي ان كذا مؤسسه اشتغلت مع بعض. يعني انا مثلا كصناع حياه شغال مع بنك الطعام، في غيري شغال مع مؤسسه حياه، كلنا بنشتغل مع بعض علشان نعمل حاجه كويسه تخدم المواطن في المكان اللي هو ما يبقاش من غير ما يكون الخدمه بتتكرر يعني. بالظبط. طيب حضرتك بتقول وقلنا يمكن في مستهل لقائنا ان هيتم افتتاح مراكز اخرى في قرى او محافظات اخرى لعلاج الفشل الكلوي، هيكونوا فين يا فندم؟ بصي يا فندم، احنا بنستهدف ان احنا عندنا في مركز ديشنا في محافظه قنا، خلاص يعني اخذنا المكان وبدانا ان احنا نشتغل. طبعا. على التراخيص. في مكان في اسكندريه في مركز بيس برضو خدنا المكان وحاليا في مرحلة التشطيب، التراخيص بتاعة المنشآت الصحية احنا شغالين عليها وان شاء الله قريبا جدا ندعوكم لافتتاح مركز ابيس في اسكندرية. عندنا في سوهاج في دار السلام خدنا الارض وبرضو شغالين ان احنا هيبقى فيه، بس هنا مش هناخد مبنى، هنبني مكان من الاول يعني يبقى صرح كبير طبي فيه الخدمات بتاعت الغسيل الكلوي، وان شاء الله نضيف ليه خدمات اخرى جاري دراستها على حسب الاحتياج بتاع المكان. اخر مكان برضو الاسماعيلية احنا اخدنا ارض وحاليا شغالين ان احنا المكان ده برضو يعني برضو ارض فضاء خدناها من احد المتبرعين اللي بيساعدنا. دايما انا عايز اقول برضو الحتة دي ان كل مكان احنا بنشتغله جزء من وجودنا في المكان ان في حد من اهالي المكان بيبقى عنده مكان مش محتاجه او مكان هو عايز يتبرع فيه، زي المكان اللي احنا موجودين فيه بتاع اهل شهيد، هم عايزين يخدموا المكان وعايزين يخدموا الاهل القريه فبيتبرع، فبيحصل نوع من التضافر الجهود ما بين الشغل المجتمعي اللي هو الناس نفسها في القريه. وعلى فكره المكان ده عمره ما هيكمل غير بجهود الناس في المجتمع، لان المكان احنا لو قدرنا بقدر الامكان نقدر نوفر اجهزه او نوفر كل الاحتياجات الاساسيه الاولانيه ايا كان تمنها، ده الاسهل على فكره. الصعب ان المكان ده يفضل شغال والاوبريتنج كوست الاستمراريه بتاعته لو ما بقاش فيها
اعتمدوا بس على المؤسسة أو الطريقة بس اللي احنا بنشتغل عليها، لا، ان تضافر الجهود المجتمعية والمتبرعين اللي موجودين من المكان اللي بيخدمهم نفسه، لان المكان بيبقى فيه زي ما هو فيه حد محتاج، فيه ناس تانية بتقدر ان هي مقتدرة عندها مساحة كبيرة جدا ان هي تخدم المكان، وهتبقى بتخدم اهلها، مش هتبقى صحيح. بتخدم حد حتى بعيد شوية، لا ده يعني على طول اون سبوت يعني. صحيح، انا طبعا بحيي حضرتك يعني تحية كبيرة ليك وللمؤسسة ولمتطوعين مؤسسة صناع الحياة اللي دايما الحقيقة بيتم الاشادة بيهم في كل مكان بيروحوه. انا اللي بشكر حضرتك، حضرتك يعني من حتة لحتة، من العريش للبحيرة للشرقية، يعني في كل مكان موجودة، والكرو العظيم اللي بيصور الكلام ده كله ربنا، وشكرا جزيلا ليهم يعني. شكرا جزيلا. شكرا لسيادتك الاستاذ احمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا ولقائنا الآن مع الأستاذ محمد جمال مدير مراكز صناع الحياة للغسيل الكلوي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا فندم. خلينا يعني نتكلم في هذا الموضوع بشكل أكثر شمولا، والمراكز الخاصة بعلاج الفشل الكلوي لمؤسسة صناع الحياة، طبعا إحدى مؤسسات التحالف الوطني، المراكز كلها يا فندم عاملة إزاي؟ يعني تقييم سيادتك لمستوى المراكز حتى هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها لحد دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ان احنا النهاردة في افتتاح عيادات وحدة غسيل كلوي الشهيد التخصصية بجمعية صناع الحياة، ده ثالث مركز نفتحه. احنا اول مركز فتحناه في منطقة المرج الجديدة، ده كان في سنة 2020. احنا بقالنا تقريبا 3 سنين او 4 سنين دلوقتي في مركز المرج، بنقدم جلسات اكتر من 1326 جلسة ل 102 مريض غسيل كلوي في منطقة المرج، بتشمل القاهرة والأليوبية، لان احنا على حدود مناطق القاهرة والجيزة والأليوبية. 102 مريض بنقدم لهم خدمة بأكثر من 1326 جلسة في الشهر. حتى الآن في مركز المرج فقط أكثر من 50,000 جلسة مقدمينها. في مركز طبعا تاني مركز فتحناه كان مركز المنصورة، موجود دلوقتي شغال بطاقة 8 أجهزة غسيل كلوي، موجود قدمنا فيه ما يقرب من 500 جلسة. النهارده بصدد ان احنا نفتح ان شاء الله عيادات وحده غسيل كلوي الشهيد التخصصيه. احنا منتشرين، وهدفنا الفتره اللي جايه باذن الله ان احنا يعني مؤسسه صناع الحياه في التحالف الوطني، هدفنا ان احنا الفتره اللي جايه نوصل لاكثر من 10 مراكز غسيل كلوي في المناطق والقرى الفقيره. يعني كل الخدمات بتقدم لأهالينا الوطنيين مجانا تماما؟ كل مراكز صناع الحياة للغسيل الكلوي بتقدم الخدمة الطبية بشكل مجانا، مفيش أي مريض بيتحمل أي تكلفة أو أي عبء مالي عليه، لأن احنا هدفنا أن احنا في القرى بنحاول نقرب المسافة، لأن هو مريض الفشل الكلوي بيغسل 3 مرات في الأسبوع، 13 مرة في الشهر، مدة الجلسة الواحدة 4 ساعات، فده بيشكل عبء كبير جدا نفسي وجسدي. صحيح. عليه، فاحنا بنحاول نقرب المسافات ليه، ان هو يبقى في مراكز قريبه ليه، مراكز في القرى البعيده. يعني هنا مثلا في قريه المتانيه في العياط مفيش مراكز قريبه خالص، كل المراكز حوالينا هنا، اي مراكز بعيده بتبقى في المركز نفسه في المدينه نفسها، مراكز بعيده عن القريه اللي احنا موجوده فيها. في قريه المتانيه موجود فيها عدد كبير من مرضى الفشل الكلوي، بيروحوا اماكن بعيده، بيروحوا وبيتنقلوا بمواصلات، فاحنا يعني صناع الحياه قدرت ان احنا النهارده نفتح مركز عيادات وحده غسيل كلوي الشهيد، موجود هنا 8 مكانات اجهزه غسيل كلوي. ان شاء الله في الفتره اللي جايه نقدر نوصل ل 54 جلسه غسيل كلوي في مركز الشهيد، نوصل ل 9 مكانات غسيل كلوي باذن الله الفتره اللي جايه. طب هنا يا فندم يعني المركز هنا ممكن يكون بيخدم بقى القرى اللي حوالين قريه المتانيه، تقريبا كم قريه بقى هتستفيد من المركز ده؟ يعني هو قريه المتانيه احدى قرى مركز العياط، يعني تقريبا مركز العياط فيه حوالي
كان 40 قرية تقريبا يعني. المتانية حواليها قرى ووحدات كتيرة جدا، يعني أكتر من 10-15 قرية أو عزبة موجودة حوالين المتانية وقريبة بالنسبة لها يعني. كل الناس هتبقى موجودة هنا، احنا بنقدم جلسة غسيل كلوي على أعلى مستوى، موجود عندنا أحدث مكان موجود في مصر AK جامبرو 98، ده أحدث مكان موجود بنستخدمه في كل مراكز صناع الحياة، في مركز المرج، في مركز المقاطعة، في مركز الشهيد، احنا ماشيين على مستوى واحد في كل المراكز، بنستخدم اعلى كفاءة للجلسة في الفلاتر الموجودة، اعلى جلسة موجودة بنقدر ان احنا نكلفها، الجلسة بتبقى تكلفتها عالية علينا، بس احنا بنحاول ان احنا نقدم جلسة كويسة جدا للمريض، ان هو يبقى خارج من الجلسة كويس، حاسس ان هو بقى كويس، لان بيبقى في بعض الناس بتبقى حابه ان هي تاخد جلسه كويسه، فاحنا واخدين على عاتقنا ان احنا نقدم جلسه بكفاءه كويسه بفلاتر ممتازه بمكان غسيل كويس ومحترم نقدر نقدم فيه جلسه كويسه يعني. طب حضرتك بتقول انه بنفس يعني كل المراكز بنفس الكفاءه التقنيه مش كده؟ كل مراكز صناع الحياه بنفس مكان الغسيل، بنفس الفلاتر، بنقدم نفس الخدمه على كل مستوى مراكز صناع الحياة الموجودة، من أول المرج، المقاطعة، مركز الشهيد بإذن الله موجود فيه نفس الفلاتر، نفس المكان كويس. بإذن الله نفس الكفاءة بنقدمها في كل مراكز صناع الحياة. طيب على ذكر الماكينات والأجهزة، طبعا يعني إحنا شايفين برضو أن الأجهزة هنا على مستوى عالي جدا زي ما سيادتك أشرت، خليني بقى يعني أدخل في نقطة صيانة هذه الأجهزة، إزاي يعني مثلا بيتم صيانتها، كل قد ايه الكلام ده مكلف، قد ايه بيحصل ازاي، يعني قولي التفاصيل بتاعه صيانه الاجهزه. احنا طبعا المكن موجود، طبعا هو المكن دلوقتي في فتره الضمان بتاعته، احنا متعاقدين مع شركه الجامبرو طبعا هي المسؤوله عن الصيانه بتاعه مكن الغسيل، كل اسبوع بيبقى موجود عندنا مهندس بيمر على الصيانات بتاعه المكنه والتعاقد مع الشركه، بيبقى في مرور على الصيانات، احنا هنا موجود غرفتين للمرضى، بيبقى في قاعه سلبي وقاعه ايجابي، القاعه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي دي القاعه اللي موجود فيها 6 مكنات، وفي قاعه تانية اللي هي القاعه الايجابي بتاع مرضى فشل كلوي بفيروس سي، موجوده برضو في مكان تاني فيها مكانتين غسيل كلوي، كل مكان موجود عندنا في مراكز صناع الحياه هو قاعات منفصله، المرضى الايجابي في قاعه، المرضى السلبي في قاعه، كل مرضى بيبقى معاهم تمريض منفصل، دكتور موجودين، دايما بنحب الفصل في الـ في الـ في الـ في القاعه والمرضى، لان ده حاجه طبعا بنحاول نحافظ عليها، بنحاول ان احنا مكافحه العدوى ان احنا على قد ما نقدر طبعا بنوصل لاعلى درجه من مكافحه العدوى ان احنا ما يبقاش في خطر على المريض اكتر، وبيبقى في فصل بين مرضى الغسيل الكلوي يعني. شكرا جزيلا استاذ. شكرا يا فندم. مشاهدي أهل بلدنا لسه معاكم بقرية المتانية مركز العياط بمحافظة الجيزة، ولينا لقاءات مع بعض من أهل بلدنا. ازيك يا عم خالد؟ الله يخليك يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام؟ تمام الحمد لله. قولي بقى النهارده عملت ايه، وانت شايف بقى اللي بيحصل النهارده ايه؟ النهارده وحدة الغسيل الكلوي صناع الحياة تبع التحالف الوطني، شايف ده عامل ازاي؟ والله انا شايف ان ده انجاز كبير وحاجة كويسة جدا لأهل البلد، لان ده وفر علينا وقت ومجهود ومال، وشايف ان دوتي يعني راحه كبيره للمريض. انا كنت يعني ساعتين سفر ومعاناه شديده جدا على المريض وعلى اهل المريض كمان، فان حاجه زي كده تبقى متوفره في البلد 5 دقائق من البيت، او ممكن الواحد ياخدها مشي ما يركبش كمان يعني، لو ركبنا دقيقتين تبقى الحاجه جنب البيت، فدي راحه جديده جدا وحاجه موفره، حاجه امان للمريض يعني، مش عارفه اوصفها ازاي، بس حاجه الواحد فرحان من جواه جدا فعلا ليها، والحمد لله الحمد لله ان الحاجه دي فعلا موجوده في بلدنا، ومش بس هتخدم بلدنا، تخدم القرى المحيطه. مركز العياط مركز كبير جدا، وقريه المتانيه كمان يعني 36 قريه حوالينا،
فده حواليكوا 36 قريه. وهنا المركز هيبقى 36 بالظبط كده. قريه المتانيه ديت يعني هي اساس مركز العياط، فحضرتك ان الحاجه دي تبقى موجوده كده، فده كمان هيخف العبء عن مناطق ثانيه، وفي نفس الوقت هيسهل للقرى اللي حوالينا ديتي في المواصلات. في ده يعتبر القرى هنا قريبه من بعضها جدا، فيقدروا يجوا بقى من غير ما يقعدوا يدفعوا في مواصلات. بالظبط كده. يعني مواصلات تعبانين بقى، فعايزين يجوا يعني بسهوله اكتر. بالظبط كده يا فندم. حضرتك كنا فينا ناس بتروح الحوامديه، وفينا ناس بتروح القصر العيني، وفينا ناس بتروح هنا وهنا، يعني معاناه جديده جدا. مسافه طبعا. دلوقتي بقى الحمد لله الحاجه موجوده في بلدنا، وموجوده يعتبر في قلب البيت، احنا ما مش هنطلع بره تاني. طب فانت تخيل الفرحه والسعاده اللي الناس المسؤوله ديتي قدمتها لاهل البلد، فعلا جزاهم الله خير. الحقيقه التحالف كمان ومؤسساته كلها، منها مؤسسه صناع الحياه، يعني في مشاريع كتير جدا، وفي حاجات كتير جدا بيتم افتتاحها طبعا، علشان سياده الرئيس بنفسه مهتم جدا ان صحه المواطن المصري تكون كويسه، عشان يقدر يشتغل ويقدر يجيب دخل ويقدر يدير مشروعاته ويدير ارضه. فانت شايف الحاجات دي ازاي؟ انا بصراحه بشكر سياده الرئيس، مبادرات كتيره فعلا انا شايفها زي مبادرة حياة كريمة هنا في البلد، ابتدت على تطوير الوحدات المحلية عندنا والأندية، وابتدت في شغل في البلد فعلا ملموس على أرض الواقع. أنا كمواطن عادي وكواحد بسيط في قرية، أنا ما كنتش أحلم إن حاجة زي الغاز دي مثلا، حاجة بسيطة، ما كنتش أحلم إن هي تخش لنا بعد 100 سنة. فإن أنا أشوف الموضوع يبدأ وينتهي في فترة صغيرة زي كده، فدي بصراحة برضك حاجة أنا حابب بس أشكر الناس عليها، وحابب أشكر سيادة الرئيس خاصة والناس اللي شغاله على المشاريع ديت فعلا. بالنسبه لصناع حياه كمان، حضرتك جبت سيرتها، انا بشكر صناع حياه. اول مشروع انا شفته لصناع الحياه كان العلم قوه. العلم قوه ده دخل كل بيت عندنا، انت عارفه الفرق بقى كبير، فرق كبير طبعا. التعليم فعلا الناس الكبيره عندنا والناس البسيطه، فان ده يبقى فيه تعليم وفصول محو اميه، العلم قوه ده بقول لحضرتك ما فيش بيت العلم قوه ما دخلوش. طب كويس قوي. حتى الناس اللي ما لحقتش ان هي تتعلم، فبتعلم على كبر وابتدوا ان هم يثقفوا نفسهم ويتعلموا. بالظبط كده. ودي من اقدم المشاريع اللي انا شفتها لصناع الحياه. وفي كويس. حضرتك كتف بكتف كمان، يعني بصراحه صناع الحياه عامله شغل الكلام ما يكفيش شكر صناع الحياه عليها. تعالوا نرحب بام احمد، كشفت بقى وهتحكي لنا النهارده عملت ايه. ازيك يا ام احمد؟ الله يخليك. عامله ايه؟ الله يخليك. الف سلامه عليك. الحمد لله الله يخليك. قولي لي بقى عملتي ايه النهارده من ساعه ما جيتي كده المركز؟ عملت والله، وعمل جميل وعمل خير، ووفر على الناس وقت، ووفر على الناس فلوس، وكشف الاجر رمزي هنا. اتكشفتي الحمد لله واتطمنتي والدنيا تمام. باجر رمز، ووفر على الناس مواصلات. المواصلات الناس كانت بتدخ في المواصلات في البدرشين والقصر العيني ومن المصريين هنا، وفر على القرى كلها، المنطقه كلها. مواصلات، وفر عليهم فلوس. طب كويس قوي. قولي لي بقى، انا شايفه ان في حاجات كتيره كمان، يمكن التحالف عامل حاجات كتيره. التحالف الوطني. قولي لي بقى ايه رايك في الحاجات اللي التحالف عاملها؟ والله هو عمل حاجات خير كتير للناس، مثلا حياه كريمه و في مبادرات كتيره قوي، وكتف يعني بكتف. كل دي حاجات انت استفدتي منها. ايوه. وشكرا للرئيس برنامج تكافل وكرامه، و في حاجات كتيره والصرف الصحي والغاز الطبيعي. الحمد لله، الحمد الغاز لله. والصرف تمام، الحمد والدنيا لله. تمام، الدنيا تمام والله. طيب الحمد لله. عارفه يا ام احمد، سياده الرئيس بنفسه بيهتم جدا بكل سيدات مصر، هو شايف ان هم بيتعبوا جدا وبيشيلوا، يعني شايلين كل حاجه، شايلين البيت والعيال شايلين والدنيا. والله مسؤوليه كلها جميل. ومسؤوليه كبيره، مسؤولية جدا جميل. فهو بيهتم جدا بصحتهم، بيهتم جدا بصحه اي ست مصريه. أيوة. بيهتم ان هو يمكنها اقتصاديا، وهنا بيعمل قوافل طبيه، قوافل طبيه في الوحده الصحيه ببلاش برضك، مجانا كلها ببلاش. عشان بس اهم حاجه دايما بقى لما تلاقي حاجات زي كده تيجي وتكشفي، انت كده كده مش هتدفعي فلوس. انا بكشف. بنكشف، كل الناس بتكشف في الكوافل دي، بتيجي كويس. مجانا تبع سياده الرئيس برضه. بنرحب بعم
محمد احد سكان قريه المتانيه. ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام. كله تمام حضرتك؟ الحمد لله تمام. ايه رايك في المركز النهارده؟ ما شاء الله مركز الشهيد التخصصي، الحمد لله والشكر لله، وفر على الناس كتير، وفر على الناس مسافات لانهم كانوا بيسافروا، وفر على الناس فلوس، وفر على الناس حاجات كتير الحمد لله ما شاء الله. تمام. بيخدم مهم القرية. ان الكرة يكون فيها مراكز أكيد طبيه طبعاً. كل أيوة واحد بدل ما الناس على رايك تفضل رايحه جايه كده في بدل في السفر المصلات. بدل ما بيسافروا بدل ما بيبقى بالنسبه للعيادات الخاصه بالنسبه حاجة يعني بيوفر حاجات كتير قوي وبيبقى ليه مميزات كتير. وما شاء الله مركز الشهيد بيخدم على قريه، مش القريه بتاعتنا بس، القرى اللي حوالينا كمان ما شاء الله تبارك الله. وفي الاول وفي الاخر احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الانجازات اللي هو عملها، وبنشكر جمعيه صناع الحياه، وبنشكر التحالف الوطني عامل يعني كمان مبادرات طبيه كتيره جدا الحمد مع صناع حياه ومع جمعيات تانية كتيره ما شاء كلنا الله كلنا مع بعض. الله ربنا يوفق الجميع، وكل اللي بيعمل حاجه في الخير ربنا يوفقه وربنا يوفق الجميع يا رب. وحاجه جميله وحاجه عظيمه من ضمن الانجازات اللي بتحصل في البلد ومن ضمن القرى، ان القرى يعني ما حدش بيبص لها قد كده، فمن نبدا نبص لها بحاجات بمميزات جميله زي كده ده فضل من عند ربنا. ثم الناس اللي بتحب تعمل الخير، الناس اللي بتحب تشارك من فضل ربنا تعالى، والحمد لله والشكر لله الحمد لله انه القريه بتاعتنا اتنشا فيها مركز الشهيد التخصصي بفضل الله تعالى. وفي نهاية الحلقة مشاهدينا بنذكر حضراتكم انكم تقدروا تبعتوا لنا على رقم البرنامج واتساب، الرقم هو 012-11-070-884. ابعتوا لنا كل استفساراتكم ومطالبكم وان شاء الله نوصلها للتحالف الوطني اللي قطعا هيستجيب ليها. بشكر حضراتكم مشاهدينا على طيب المتابعة والى اللقاء.